صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب توسعنا بنوره يا رب حفظنا وأمانا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانا يا رب أجرنا من عذابك يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مسلم يا رب وفق كل مذنب يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يصلي عليه الله جل جلاله بهذا بدل العالمين كماله على أيها الإخوان صلوا وسلموا على المصطفى في كل وقت وساعة فإن صلاة الهاشم محمد تنجي من الأهوال يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أبتدئ الإملاء
باسم الذات العليا صلى الله عليه مستمرا فيضع البركات على ما صلى الله عليه مقتطئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأول صلى الله عليه أيضا تقل في الغار الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستمتع الله تعالى رضوانه يحس العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه الصحابة والأسباب ومولاه صلى الله عليه صلى الله عليه ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلا صلى الله عليه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه أغفر اللهم قبره الكريم بعرب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحق حمدت خصاله سنيا صلى الله عليه بهاشم واسم عمر بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي التقى الارتقاء لعليا صلى الله عليه ابن حسين واسمه مجمع سمي حسين لتقاشه في بلاد قطعة القصية صلى الله عليه أعاده الله تعالى إلى العرب المحترم فحمى حماه صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة حكاك بن الوي بن غالب بن بهر واسمه قريش صلى الله عليه وإليه تنسب القبور
القرشية صلى الله عليه وكان فوقه كناني كما جرح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حسينة بن مدركة بن إلياس صلى الله عليه وهو أول من هدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مطر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه ورحمه الى الخليل ابراهيم امزف نجار وباس صلى الله عليه وعن زيد العوي من عند ذوي العلا من نسبيا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم به من عقد دلقت كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتفى صلى الله الإله
dan saudar ismi taraku sifat alam yusiru alu min adami min adami wa ila bi wa ummi min adami wa ila bi wa ummi اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شعران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي في المدينة المنورة أبوه عبد طائفة النجارية صلى الله عليه وبدت فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقوا Ya Habib Shah.
Rasul salam alaika. Allah ya Habib salam alaika. Ya Rasul Allah salawatullah alaika. Marhaba, 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 marh
adanya dauli rahili jitu mada musa صلى الله عليه
الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله kersanya habis sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya ugi Kanjeng Rasulullah kersanya habis sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya ugi Kanjeng Rasulullah kersanya habis sadaya Atur nuhun kairing doa jazakumullah assalamualaikum.